لماذا يغطي الرجال وجوههم دائما؟ أبرز عادات وتقاليد قبائل التوارق. الرجال الزرق وأيتام الصحراء وحتى الملثمون هي تسميات اشتهرت بها قبائل الطوارق، إحدى أكبر القبائل الإفريقية الساكنة للصحراء الكبرى. وقد أدرج المهتمون بالطوارق على كتابة اسمهم بحرف الطاء، وكان الأولى أن يكتب بالتاء لأن اسمهم حسب بعض الباحثين مأخوذ من كلمة تاركا، وهو واد في منطقة فزان بليبيا. ويتوزع الطوارق الآن على عدة دول إفريقية أبرزها الجزائر ومالي، تشاد، النيجر، وليبيا، وبوركينا فاسو. كما يتشاركون فيما بينهم مواجهة الطبيعة القاسية للصحراء، ويحاولون مليا الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم. ولعل أبرز ما يثير في تقاليد الطوارق هو اللباس الغريب الذي يرتدونه، حيث يعكف رجال الطوارق على ملازمة اللثام على الوجه الذي لا يكاد يرى منه سوى العينين، بينما تكشف نساؤهم عن وجوههن. عرف مجتمع الطوارق على مر التاريخ بعادات وتقاليد جعلته يتميز عن غيره من المجتمعات شعوب المنطقة، منها ما يتعلق باللباس الطارقي، حيث يعكف الرجل عند الطوارق على وضع لثام يبلغ طوله أحيانا من 5 أمتار إلى 10، يلفه بإحكام على جميع وجهه حتى لا يظهر سوى العينين، ولا ينزعه في الحل والترحال وحتى أثناء نومه، بينما تكشف المرأة الطارقية وجهها مكتفية بتغطية شعرها. درءا لشمس الصحراء الحارقة أم ارتقاء لأتربتها وعواصفها الهائجة، حيا أن كان من الأهل والأصهار أم معرة من هزيمة مني بها الرجال ذات ماض سحيق. تتعدد الحكايات حول أصل اللثام ومكانته لدى الطوارق، وإن توحدوا على ضرورته حتى صار ميزة لهم وجزءا من ثقافتهم لا يفارقهم في الحل والترحال. ويروي محمد آغ علي أحد طوارق مدينة طمنراس في حديثه مع ساسا بوست إحدى الروايات المتواترة عن سبب التزام الرجل الطارقي بتغطية وجهه باللثام على عكس المرأة كما هو متعارف عند سائر المجتمعات المجاورة. فيقول: سبب ارتداء اللثام هو كما أخبرني أبي بأن وضع اللثام داخل وخارج البيت شيء مقدس ولا يمكن التسامح مع أي رجل قام بإزالته. ويعود تلك العادة حسبه إلى قبائل صنهاجة الأمازيغية التي كانت تسكن الصحراء. ويضيف آغ علي: اللثام عادة قديمة لدى قبائل صنهاجة التي ينتمي لها جزء من الطوارق، لكون قبائل صنهاجة تقطن الصحراء منذ القدم وتلتزم باللثام للوقاية من الحر والقر، حتى صار اللثام زيا لهم لا يفارقهم حضارة أو بدوا، وصار الكشف اللثام عارا لهم. من جهته عدد علي بابا حميد فوائد وضع الرجل الطارقي اللثام بالقول: اللثام يغطي الرأس من حرارة شمس الصحراء المرتفعة، كما أنه يستر الفم وهو يعبر عن التأدب والحياء أمام الأقارب، خاصة أمام الحماة، لاعتقاد الطوارق أن الفم يخرج منه العيب، لذا ينبغي تغطيته دون أن نغفل دور اللثام في حماية الرجل الطارقي من الزوابع والعواصف الرملية. وأخيرا، اللثام قد يكون كفنا للرجل الطارقي إذا داهمه الموت وسط الصحراء. وتنتشر في الصحراء الجزائرية رواية مغايرة عن سبب ارتداء الطوارق اللثام، تدور حيثياتها حول حرب خسرها الطوارق ضد أحد القبائل العربية المنتشرة بالصحراء. فيسرد عبد الله أحد ساكني مدينة طمراس تلك القصة في حديثه: قصة اللثام تعود إلى أحد الحروب التي شهدتها منطقة الصحراء الكبرى بعد أن غزت إحدى القبائل العربية منطقة الطوارق، فاختبأ الرجال بينما دافعت نساء الطوارق ببسالة وشجاعة حتى تمكنوا من صد تلك الهجمات. ومن هنا صار الرجال يلبسون اللثام بسبب جبنهم في تلك المعركة، بينما برزت المرأة الطارقية رمزا للشجاعة، ولذلك هي من أصبحت تمشي مكشوفة الوجه. قد لا يهم كم بلغت أعداد الطوارق الموزعين على العالم بقدر ما يهم كم انتشرت أغانيهم والموسيقى الخاصة بهم والتي بلغت الأصقاع. فلم يعد الطوارق اليوم تلك القبيلة المنزوية التي لا يعرف عنها شيئا، ولا تلك القافلة الملتحفة بالسماء، فالموسيقى التي تعتبر عمادا للثقافة الطارقية والتي كانت إلى زمن ليس بعيدا محصورة بين فيافي الصحراء، استطاعت في السنوات الأخيرة أن تصدح في كبرى العواصم العالمية.
ويعود الفضل في ذلك إلى فرقة أمرهان الطارقية والتي حافظت على التراث الموسيقي للطوارق لتنطلق إلى البلوز والروك والجاز وتأخذ بموسيقى الطوارق نحو العالمية لتحكي للعالم أسرار الصحراء وخبايا القوافل وقصص الإنسان الأول. كما شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية وسجلت عدة أغاني مع مغنين عالميين. وإلى جانب الرجال رسمت المرأة الطارقية طريقها إلى العالمية من باب فن الإمزاد، وهي عبارة عن مجموعة من الأغاني الشعرية والعزف الموسيقي الخاص بسكان الطوارق، والتي بفضلها تمت المحافظة على تاريخ الطوارق. وتصنع آلة الإمزاد من قدح خشبي يربط ويشد على فمه جلد ماعز، ثم يخرج من طرفيه عودان يشد بينهما قضيب من شعر الفرس، ويثقب الجلد ثقبان أو ثلاثة في الوسط، ويأخذ عودا على شكل هلال، ويربط طرفيه بقضيب من شعر ذيل الخيل، ثم يدعك الشعر بعضه ببعض. وإلى الآن بقيت الإمزاد من الفنون الحصرية للمرأة الطارقية. ونظرا لأهمية هذا الفن، سجلت آلة الإمزاد سنة 2013 في التراث الإنساني الواجب الحفاظ عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بعد أن قدمت الجزائر رفقة مالي والنيجر ملفا للأمم المتحدة تطالب فيه بإدراج الإمزاد باعتباره تراثا عالميا. كما نالت آلة العزف الخاص بالموسيقى التيندي نفس القدر من الشهرة، خصوصا أن فن التيندي الخاص بالطوارق ليس عاديا، فالكثير من الناس حول العالم يستعملونه علاجا للمرضى المصابين بالمس حسب الاعتقادات السائدة. ويقرع التيندي أيضا للمصابين بلدغات العقارب والأفاعي وللشباب حتى يصلون سن البلوغ. وقد ساد تقليد عند الطوارق أن يعزف التيندي عند عودة المسافر من سفره الطويل. يحتفل الطوارق بمدينة جانات في أقصى الجنوب الشرقي الجزائري سنويا بعيد السبيبة، الذي يتزامن مع يوم عاشوراء، ويرمز هذا العيد للسلام والتسامح والتواصل، ويعد من أكبر الأعياد عند شعب الطوارق، ويرتبط بأحداث تاريخية تعود لمئات السنين، كما يزوره سنويا الآلاف من السياح الأجانب. غير أن الرقصة التي اشتهرت باسم السبيبة نسبة لهذا المهرجان بلغت العنان ونالت هي الأخرى شهرة عالمية، بحيث أدرجت بوصفها تراثا عالميا من طرف اليونسكو. وتشمل الرقصة أهازيج ورقصات فولكلورية يشارك فيها الرجال والنساء من الطوارق، كما يقومون بتأدية عروض تقليدية مرتدين ألبسة تقليدية خاصة. وتشارك فرقتان من أحياء زلواز بشمال المدينة والميهان بوسطها في تأدية هذه الرقصة، وهما القصران اللذان أشيع بينهما السلم في الماضي بلحافها الأسود وغطاء رأسها الأبيض. تمشي المرأة الطارقية مخفية وراء نظراتها، عزيمة وتحديا للظروف الطبيعية القاسية. جعلت منها امرأة حديدية يضرب بها المثل في الصبر والقوة والتمسك بالبساطة وسط طبيعة وبيئة مجحفة، غير أن تلك المعيقات لم تكن سوى حافزا للمرأة الطارقية لرسم صورة أقرب نفوذا إلى الرجل. فالمرأة عند الطوارق يمكن اعتبارها ملكة. حسب محمد آغ علي في حديثه عن المرأة الطارقية مضيفا: المرأة عندنا هي العمود الأساسي للطوارق، حيث تحظى بمكانة عالية جدا تجعلها ملكة. فالمرأة التارقية عندما يقام لها عرس كبير من طرف أهلها للسماح للخطاب بالتقدم لها من جديد، كما أنها هي التي تقوم بصناعة الخيمة وتركيبها باستعمال جلود الماعز والغنم. ومن عادات الطوارق أو التوارق أن حفل الزواج يكون في بيت العروس، كما لا يسمح البتة للرجل أن يكشف وجهه لحماته، وهي العادة التي اعتبرها محمد آغ علي بأنها رمز للاحترام الذي يكنه الرجل لحماته وابنتها. كما تجد المرأة التارقية نفسها جنب الرجل في نشاطه الفلاحي، حيث ترافقه المرأة بحكم خبرتها في الفلاحة للكثير من المحاصيل، خاصة ما تعلق بزراعة الحبوب. ومن عظم المكانة التي تحظى بها المرأة في مجتمع التوارق أن لها حرية اختيار زوجها بنفسها، كما تسمح لهن التقاليد والأعراف التارقية بطلب الطلاق والخروج من بيوتهن متى شئنا. وعادة ما تبادر المرأة التارقية إلى مغازلة الرجل إذا شعرت بإعجاب تجاهه،
والإيحاء له برغبتها في الارتباط بعلاقة معه. ومن بين النساء الترجيات التي اشتهرت في التاريخ نجد الملكة هنان التي حكمت الصحراء في القرن الرابع للميلاد، واستطاعت بجمالها وذكائها تأسيس أول مملكة للطوارق.